سلام البنات، اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد السفره رائعه بالطريقه التقليديه اللي كانوا كيديروا ولادينا زمان. دونك غادي ندير واحد تقريبا واحد كيلو لاروب ديال الشعريه السفه بيان سور بلا مونكاليتي. انا هذه كنشريها من واحد السوق مركزي قريب ليا. ديال الكيلو كنشريها دائما فين ما كنطيبها كتصدق ليا مزيان، يعني ما كتعجنش ليا، ما كتكواش، دونك الكاليتي ديالها مزيانه. دونك كندهنها بشويه ديال الزيت وكنخلطها بحال هكا. بحال هكا نخلطها كنديرها في البرمه. لصنع هاد السفه كنحتاجو تقريبا واحد 5 دراهم ديال الكاوكاو. طبيعة الحال البنات كاين اللي متوفر عندها، انا بعض المرات كندير اللوز وبعض المرات كندير كاوكاو، اللي متوفر عندي هو اللي كنستخدم هو اللي كنخدم به. اذا شويه ديال التمر تقريبا واحد 100 غرام ديال التمر غادي نخدمو من بعد نوريكم الطريقه باش خدمته، والزبيب تقريبا واحد 150 غرام ديال الزبيب. راه ماشي هذا هو الزبيب البنات اللي خدمت به، الزبيب اللي غنشتغل به درتو كيطبخ مع غادي نعسلو مع شويه تاع سنيده، وتقريبا واحد 4 معالق ديال سنيده وحتى قرب غادي باش يتعسل ليا كندير فيه معلقه ديال الزبده وكندير فيه شويه ديال الزهر. هذا المقدار غير التسجيل، هذا هو اللي ما تبقى مني، والاخر هو اللي غنخدم به. شويه القرفه، السكر كلاصي، الحليب البنات، الحليب ديال هذاك المبساتر، الحليب ديال المسوس، يعني بروسيمه ديال بروسيمه هو اللي كندير به حتى الاخر. عاد كنخوي عليه الكاس هذا، كنخوي عليه بريسيمه وكنخلطها شويه تاع القرقاع للتزيين. لصنع هاد السفه كنحتاجو تقريبا واحد 5 دراهم ديال الكاوكاو. طبيعة الحال البنات كاين اللي متوفر عندها، انا بعض المرات كندير اللوز وبعض المرات كندير كاوكاو، اللي متوفر عندي هو اللي كنستخدم هو اللي كنخدم به. اذا شويه ديال التمر تقريبا واحد 100 غرام ديال التمر غادي نخدمه من بعد نوريكم الطريقه باش خدمته، والزبيب تقريبا واحد 150 غرام ديال الزبيب. راه ماشي هذا هو الزبيب البنات اللي خدمت به، الزبيب اللي غنشتغل به درتو كيطبخ مع غادي نعسلو مع شويه تاع سنيده، وتقريبا واحد 4 معالق ديال سنيده وحتى قرب غادي باش يتعسل ليا كندير فيه معلقه ديال الزبده وكندير فيه شويه ديال الزهر. هذا المقدار غير التسجيل، هذا هو اللي ما تبقى مني، والاخر هو اللي غنخدم به. شويه القرفه، السكر كلاصي، الحليب البنات، الحليب ديال هذاك المبساتر، الحليب ديال المسوس، يعني بروسيمه ديال بروسيمه هو اللي كندير به حتى الاخر. عاد كنخوي عليه الكاس هذا، كنخوي عليه بروسيمه وكنخلطها شويه تاع القرقاع للتزيين. من بعد ما فارت الفوره الاولى حيدنا البنات من الكسكاس، كنشروها بشويه ديال الماء تقريبا واحد الجبانيه صغيره ديال الماء باش كنشوها، وكنبقاو نقلبوها هكا وكنديروها في الكسكاس التفوره الثانيه. لصنع هاد السفه كنحتاجو تقريبا واحد
تقريبا واحد 5 دراهم ديال الكاوكاو. طبيعة الحال البنات كاين اللي متوفر عندها، انا بعض المرات كندير اللوز، وبعض المرات كندير كاوكاو. اللي متوفر عندي هو اللي كنستخدم، هو اللي كنخدم به. اذا شويه ديال التمر، تقريبا واحد 100 غرام ديال التمر غادي نخدمو. من بعد نوريكم الطريقه باش خدمته. والزبيب تقريبا واحد 150 غرام ديال الزبيب، راه ماشي هذا هو الزبيب البنات اللي خدمت به. الزبيب اللي غنشتغل به درتو كيطبخ مع، غادي نعسلو مع شويه تاع سنيده، وتقريبا واحد 4 معالق ديال سنيده، و 4 معالق سنيده. وحتى قرب غادي باش يتعسل ليا كندير فيه معلقه ديال الزبده، وكندير فيه شويه ديال الزهر. هذا المقدار غير التسجيل، هذا هو اللي ما تبقى مني، والاخر راه هو اللي غنخدم به. شويه القرفه، السكر كلاصي، الحليب البنات، الحليب ديال هذاك المبساتر، الحليب ديال المسوس، يعني بروسيمه ديال بروسيمه هو اللي كندير به حتى الاخر. عاد كنخوي عليه الكاس هذا، كنخوي عليه بروسيمه، وكنخلطها وشويه تاع القرقاع للتزيين. بعد ما حطيت البنات التفويله الرابعه اللي خويت عليها تقريبا واحد 3 جبابين ديال الماء، وغادي نخليها كتشرب مزيان. زدت عليها واحد شويه ديال الملحه دونك، ونخليها حتى كتشرب على خاطرها. الناس هذه الطريقه ديال الامهات ديالنا قديما، انا شفت ديك الطريقه اللي كيديروا فيها اللي كتكون سريعه في الطياب، اللي كيديروا فيها انها تفويره الاولى كتخليها حتى كتفور مزيان، وكتشد داك الماء اللي كان في البرمه كتخويها هي مثلا في بانيو، وكتشدي داك الماء اللي كان فيها في هذاك كتخويه في داك البانيو، كتخليها واحد شويه كتشرب، وكتسقطريها تنشفيها، وكتعاودي ديريها في البرمه وفي التفويره الثانيه، عاوتاني كتخليها حتى كتطبخ الطبخه الاولى، يعني تخليها حتى كتطبخ عاوتاني الطبخه الثانيه مزيان، وداك الماء اللي بقى لك في الطنجره كتعاودي تخوي عليها، وكطيب لك بحال كتسلق بحال كتسلق. وعاد صافي الثالثه عليها كديري الزبده وداك الشيء وكتحطيها. انا جربت هذيك الطريقه، رايي الخاص انا ما عجبتنيش بزاف، ما كتخرش بحال هذه مفرزه وحده على وحده، ما كتخرش بحال الطريقه اللي الامهات ديالنا بكري كانوا كيديروها، اللي كانوا كيقولوا صفع 7 الفورات. دونك الا كانت الكاليتي مزيانه من الممكن انك ديري غير 6 ديال الفورات، تخليها طيب مزيان في كل تفوره، تخليها طيب مزيان. دونك ميعادنا ان شاء الله في الفوره المواليه اللي هي 6. هيا البنات دابا التفويره الخامسه اللي درت عليها غير شويه ديال الماء، شيتو شحال كثرات، يعني الفوليوم ديالها ولا كثير. دونك البنات هادي يعني هادي اللي التفويره يعني الاخرى انا طابت ليا، لاني كنت كنخليها في الكس. من بعد البنات ما فارت لينا التفويره يعني اللي هي قلت هي 6، غادي نخوي داك الحليب ديال بريسيما، نخوي عليها كامل باش تشرب، ونخليها نخلطها ونخليها بشويه تتشرب. كنزيد البنات واحد لا توش فينال. من بعد صافي ما طابت لينا الشعريه، يعني كندوقوها كنحسوا بها بانها رطبه. من بعد لا توش فينال ديال ملي طابت ودقناها، حسينا بانه هاد الشعيرات ديالها رطبين طيبين مزيان.
كنديروا الزبده، كنديروا الزبده، كنبقاو نخلطوها ونديروا شويه سكر كراسي على حسب الحلاوه. كاين اللي ما كيبغيش الشعريه تكون حلوه معسله كيحط غير طبيصلات، كيدير فيهم السكر كلاصي. دونك خلينا حتى الاخر ان شاء الله البنات ونوريكم لاطوش فينا. الزبيب اللي عسلنا ها هو، وهذاك هذاك التمر اللي كان عندي ها هو البنات، عسلته بسنيده ودرت عليه حتى هو، درت عليه معلقه ديال الزبده بحال اللي كتعسلوا البرقوق، ودرت عليه شويه ديال الزهر. ها هي البنات لاطوش فينال. كنتمنى البنات تكون عجباتكم وراقت الذوق ديالكم، وما تصوروش البنات الجده ديالها شحال غزاله. كنتمنى تكونوا تدوقوا، كنتمنى تجربوها ان شاء الله. الا جربتوها بنفس الطريقه اللي درت انا وغادي تتبعوا، كنتمنى غادي تكون عجباتكم. التمر البنات اللي قلت لكم عليه هو هذا، كنت صوبت اللي عسلته عجنته بالفرشات، وهذا كما قلت لكم داك الزبيب حتى هو عسلته. وبيان سور الزواق على حسب الذوق ديالكم. انا زوقتها بشويه تاع الكركاع، وهذا الكاوكاو اللي كانت عندي راني قليته وطحنته، واللي بغى يزوق مازال عنده داك المشماش حتى هو بغى يعسلو زوق به زوق به. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى تكون راقتكم هاد الاكله، وابيانتو ان شاء الله بوغ لو بروشان فيديو. باي، كنتمنى ما كتنساونيش وما تنساوش ديري سبسكرايب، ابوناو معايا باش يجوكم جميع لي فيديو اللي كندير توصلوا بهم نتوما الاولين ان شاء الله. باي، على بروشان.